شكرا جزيلا للزميل العزيز خالد الشكيلي ولضيوفك الكرام في الاستوديو. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام اينما كنتم في الوطن العربي الكبير، اسعد الله مساءكم بكل خير. هذه تحية طيبة نوجهها لكم عبر تلفزيون سلطنة عمان، البرنامج الثاني. انه يوم الاثنين 14 من مايو لعام 2012، ومسرح هذه القمة الكبيرة هو الملعب الاجمل هنا في السلطنة. الحديث طبعا عن مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، والفريقان هما الفريقان الكبيران اللذان عودانا في السنوات القليلة الماضية بأنهما متى ما التقيا متى ما كانت الإثارة والمتعة والندية الكبيرة حاضرة. الحديث عن الوصيف في دوري عمان تل النخبة، نادي فنجة الذي يستضيف المتصدر حتى الآن نادي العروبة في الجولة قبل الأخيرة لدوري عمان تل في هذا الموسم. لا شك أنها مباراة من الوزن الثقيل، مباراة أعصاب كبيرة، مباراة تتطلب هدوء كبير سواء كان من اللاعبين أو حتى من الجماهير المتواجدة هنا أو من تتسمر الآن أمام الشاشات لمتابعة تفاصيل هذه القمة الكبيرة. نعم، العروبة وفنجة أو فنجة والعروبة، على اعتبار أن المباراة مقامة على ملعب نادي فنجة. العروبة ب 39 نقطة وفنجة ب 37، يعني الفارق نقطتين. فنجة لو يفوز اليوم يتصدر، والعرباوي لو يفوز اليوم معناته أنه اقترب كثيرا من النجمة الرابعة. فعلا هي مباراة كبيرة بمعطياتها التي تسبق انطلاقتها. ما نتمناه هو أن تكون هذه المباراة عند الموعد وأن تظهر بالشكل الجميل الذي يليق باسمي الفريقين الكبيرين. فنجة اليوم على يسار الشاشة مثل ما هو واضح بزي الأصفر المعهود، والعروبة على اليمين بزي الأخضر المعروف. ما هي إلا لحظات وتأتي صافرة من قبل حكم المباراة أحمد الكاف. وهنا أحمد الأطالي في دعوات وفي أمنيات بأن تذهب الأمور بالشكل الذي يتمناه في هذه القمة الكبيرة. إذا تأتي صافرة حكم المباراة أحمد الكاف. نبدأ بتشكيلة المستضيف في هذا المساء نادي فنجة. راس المرمى تذهب لأحمد الهطالي. أسلوب اللعب بالنسبة لهم اليوم راح يكون 4-4-2، رباعي دفاع من اليسار لليمين، سليمان الشكيري، عبد الله القصابي، صلاح السيابي، وسعد السهيل. في المنتصف لاعبي ارتكاز اليوم التونسي اسكندر، إضافة لناصر العلي. وسط أيمن محمد المعشري، ووسط أيسر محسن جوهر. في المقدمة المهاجمين الصريحين سيسي مع محمد مبارك. بالنسبة للعرباوية اليوم حراس المرمى تذهب لأحمد القلهاتي. أسلوب اللعب راح يكون 4-3-2-1، رباع الدفاع من اليسار لليمين حميد الدوخي، محمد صالح، سعود السويد، وراشد مشايخي. ثلاثي المنتصف الارتكاز بالتحديد، الحديث عن إمرسون عيد الفارسي، حبيب الدحماني. أمامهم راح يكون على اليمين رايد إبراهيم، وعلى الشمال جمعة درويش، وفي المقدمة عبد الله ثويني كمهاجم وحيد، الرجل الذي يعود من الإصابة والذي تألق وأبدع في المباراة الماضية بالنسبة لنادي العروبة مع نادي الوحدات الأردني، سجل هدفين، وبالتالي عودة حميدة بالنسبة لعبد الله ثويني. يتمنى عشاق الأخضر بأن يوفق عبد الله في تشكيل إضافة كبيرة بالنسبة لهم في هذا اللقاء الكبير. هنا إذن الخطر لصالح نادي فنجة، وأحمد القلهاتي في ترقب وانتظار لهذه الكرة. محسن درويش أو عفوا محسن جوهر على تنفيذ الخطأ لمصلحة نادي فنجة. هل من هدف مبكر للأصفر ولا الأخضر؟ يولع المباراة بدري، ملعوب الأمام تمر ولكن تبعد، تصل من جديد في الجهة اليمنى. جمعة درويش يحاول يحصلها، ضغط عليه من ناصر العلي، الكرة بتعدي وتمر، رمي تماس عرباوية. مجموعة من التغييرات اللي نوعا ما كانت مفاجئة أجراها لطفي جبار المدرب التونسي مدرب نادي فنجة. نتكلم عن وجود محسن جوهر كأساسي في تشكيل اليوم بديلا لأميل ماجري، لكن هنا كرة لمصلحة العروبة. راشد مشايخ ممكن يمر بالجهة اليمين، يبحث عن مساندة، يعود الكرة للوراء، عرضية أرضية غير متقنة سهلة مع عبد الله القصابي. واصلة بالشمال، هذا هو محسن، مروة قدم لاعبها بشكل ممتاز أو الآن تصل له. محمد مبارك هو اللي مرر الأولى. محسن جوهر يحاول يمر، الكرة الماضية بطول، رمي تماس لنادي العروبة كما يشير الحكم المساعد الثاني أبو بكر العمري. فمثل ما تلاحظين أن محسن جوهر يبدأ اليوم المباراة أساسي. أمين ماجري موجود في الدكة. لطفي جبارة تحدث معه قبل المباراة، ذكر
بأن محسن جوهر يمر بفترة من التألق الكبير، وبالتالي يعتقد بأنه يستحق أن يبدأ هذه المباراة الكبيرة كأساسي. ولا ننسى أيضا على وجود أميل ماجري في الدكة اليوم، لا شك أنه راح يكون ورقة رابحة قوية جدا بالنسبة للفريق الفنجاوي في قادم الوقت. ايضا يعني التصرف الاخر اللي راح نتحدث عنه بعد الكره هذه، سعد السيل مر، سعد السيل تقدم، علي بتمر، ولكن سعود السويد اوه على لعبوله، لعبوله تتخلص من محمد صالح، شايفين ملعوبه عاليه وللامام، لكن تمركز ممتاز من محمد صالح، وبالتالي ابعاد الكره الماضيه. هذا هو سعد السيل، سعد السيل ولا زالت الامنيات بالنسباله في الذهاب الى الارسنال القائمه. على العموم ركنية الآن موجودة على يسار أحمد القلهاتي لمصلحة نادي فنجة، محسن لاعبها عالية وللأمام تمر، ولكن القلهاتي حاضر حصلها باقتدار. لطفي جبار طبعا اليوم يستبعد محمد حبيل تماما من التشكيلة، كرة موجودة الآن لمصلحة نادي فنجة، صلاح سيابي طالت منها أصبحت ركلة تماس عرباوية. ذكر بأن محمد حبيل مرهق وليس في أفضل حالاته، لذلك لا يتواجد في التشكيلة في هذا المساء. راح نتكلم عن غيابات الفريقين، لكن بعد هذه الكرة موجودة رمي تماس حميد الدوخي لمصلحة العرباوية، هذه تلعب سريعة للأمام، رايد إبراهيم السلام يوقف على الكرة يبحث عن مرور، لكن الكرة الماضية تتخلص من أمامه، بتعود من جديد سعد لاعبها في المنتصف لي اسكندر، انتشار جيد للفنجاوية في هذه اللحظات، سليمان الشكيري خلوهات تكمل ولا ما تكمل، اتعدى الكرة الماضية وتصبح رمي تماس لنادي العروبة. غيابات فنجة اليوم طبعا مبارك مشعل غيب للإصابة، مهند سعابي لظروف عمله، ومحمد حبيل مثل ما ذكرت نظرة لطفي إجبار الفنية أبعدته عن هذا اللقاء. بالنسبة لغيابات العروبة محمد حمد كتكوت وإبراهيم العبيدي يغيبوا طبعا للإيقاف. كرة موجودة سعود السويد لمصلحة العروبة، ملعوبة سريعة هذه، جمعة درويش واقف عليها بشكل جيد، على طول أقلها العيد. حوار اليوم لا شك انه راح يكون كبير ما بين الفريقين في منتصف الميدان، ملعوب لعبد الله الثويني لكن ما تمشي معه. خط الوسط اليوم الاخضر او الاصفر اللي راح يكون في الوضعيه الطبيعيه واللي راح يقدم الاداء الكبير المعروف المعهود، لا شك انه راح يصنع الفارق. هنا تمريره سليمه في الجهه الشمال لمصلحه الفريق الاصفر، هل من هدف اول مبكر؟ محمد مبارك واقف على كرته عاليه وللامام تمر، المسانده ما هي موجوده، متاخره قليلا من سعد، سددها بتمر، مستمر الاصفر محسن، اوه عدت الكره الماضيه، او هذا محمد المعشري عفوا بالشمال على طول وهي جايه، شايفين هنا الاستلام كان من محمد مبارك والمطالبه بلمسه يد. القلهاتي يلعب كره طويله وللامام، واصله مع سليمان الشكيري يعيدها لحارس المرمى احمد الهطال، لمسه واحده رمي تماس عرباوي. نتكلم عن يعني سبحان الله المباريات الماضيه في السنوات القليله الماضيه اللي تجمع الفريقين لابد ان تكون مباراه حاسمه، مباراه مهمه، مباراه مؤثره، وراح نتكلم ونتطرق لهذه المباريات. هنا موجوده عاليه لمصلحه العرباويه لكن ابعاد من سعد، مستمره الان محمد المعشري يحصل مرور وتقدم واصله مستمره معه، على طول لمسه للامام محمد مبارك، الطول منه توصل مع محمد صالح. يعني لو نعود مثلا لمباريات الملحق او مباراتي الملحق الذهاب والاياب اللي جمعتهم من موسمين تقريبا، يعني في الذهاب العرباوية تغلبوا على فنجة 2-1 اهداف اندرياس حداد وسجل لفنجة هيثم العلوي، في الاياب تعادلوا 0-0، وبالتالي استمر العروبة ما بين الكبار وضاع الحلم الذي كان يراود فنجة في تلك الفترة بالعودة مرة اخرى لمكانها الصحيح ما بين العمالقة والكبار، لكنه عاد طبعا مع انطلاقة هذا الموسم وبنهاية الموسم الماضي. بعدين الجماعة التقوا في نهائي أغلى الكؤوس كأس جلالة السلطان المعظم في الموسم الماضي، تعادل في الوقت الأصلي والإضافي 1-1، ركلات الترجيح ابتسمت العرباوية 5-3، وبالتالي توجوا بالكأس الغالية. في هذا الموسم فنجة ما خسر إطلاقا 9 أسابيع كاملة من انطلاقة الدوري، فنجة ما يخسر، لكن عندما لعب في الأسبوع العاشر مع نادي العروبة خسر المرة الأولى في هذا الموسم، و بالتالي فعلا كانت مباراة مهمة جدا للفريقين وعززت آمال أو خلونا نقول حسنت وضعية العرباوية في سلم الترتيب
بعد أن نجح في التغلب على المتصدر. واليوم نتكلم عن 14 من مايو لعام 2012، مباراة مفصلية حاسمة، وهنا صلاح السيابي ساقط على أرضية الميدان. بالسلامة إن شاء الله لصلاح. نتكلم عن بطولة الدوري، شايفين هنا الاحتكاك، فعلا كان فيه يعني احتكاك من عبد الله دويني مع صلاح. بالسلامة إن شاء الله لصلاح. مجهود موسم كامل لعب هنا، جانب من الجماهير العربوية المتواجدة يعني مؤازرة الفريق الأخضر، بالتالي الأصفر يتمنى وجماهير اللي واضحة أمامنا الآن بأن يوفق في التغلب على نادي العروبة ويرد الدين الصح التعبير في المباريات اللي خسرها أمامه في السنوات القليلة الماضية. طبعا كانت في تصريحات للإدارة العرباوية والإدارة الفنجاوية قبل انطلاقة المباراة، تتكلم عن الشيخ حمير الإسماعيلي رئيس نادي فنجا، تتكلم بأن حظوظ فريقه بالفوز ببطولة الدوري متساوية تماما مع العرباوية. هنا محمد يسدد بالشمال، حلوة لكن تمر، تمر الكرة الماضية وبالتالي تصبح ركلة مرمى مع أحمد القلهاتي. محمد اللي طبعا قدم مباراة مميزة للغاية مع نادي فنجا في الجولة الماضية عندما واجه نادي صلالة ورجح فنجا بالفوز 3-2 على صلالة. محمد مبارك سجل هدفين وبالتالي يعود مرة أخرى للتألق المعروف عنه، ملعوبة الأمام هذه لكن تتخلص. أيضا أضاف المهندس حمير الإسماعيلي رئيس نادي فنجا، ذكر بأن طالب اللاعبين بأن لا يلعبوا تحت أي ضغوط، هدفهم من البداية من انطلاقة الموسم ما كان الفوز في بطولة الدوري، لذلك إذا أتت البطولة يا مرحبا وإن لم تأتي فهي أساسا لم تكن من الأهداف. هنا مرايا وتسلل موجودة على رايد إبراهيم وبالتالي ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة نادي فنجا. شايفين صعبة بصراحة. هذا هو أبو بكر العمري من اتخذ القرار الماضي، كان قريب من الكرة الماضية. فطبعا المهندس حمير الإسماعيلي حاول قدر الإمكان أنه يبعد الضغوط عن لاعبينا، لأنه في النهاية عقب بأنه راح تكون في مكافآت خيالية لو نجح الفريق في الفوز ببطولة الدوري. نعم هي محاولة لإبعاد شيء من الضغوط عن اللاعبين، لكن لا شك أن الفريق بما أنه وصل لهذه المرحلة الجولة قبل الأخيرة وما يفصل عن المتصدر سوى نقطتين وهو يستضيف الآن في هذا اللقاء الكبير، لا شك أن الأمنيات كبيرة بالنسبة لهم للفوز ببطولة الدوري. كرة موجودة الآن، نعود للمباراة وأحداثها وتفاصيلها، نلعب في الدقيقة 11 من عمر شوط المباراة الأول. إلى الآن ما شاهدنا هجمة صريحة خطيرة لا للأصفر ولا للأخضر. أحمد الهطالي يبعد الكرة الماضية، أداري أحمد مثل هذه الكرات مثل هذه اللقطات ممكن تكلفك الكثير في مباراة بهذا الحجم وبهذه القيمة. رامي تماس تلعب سريع بالجهة اليمين، حبيب دحماني حاول يمر على طول لاعب الأرضية، تصبح رامي تماس لمصلحة نادي العروبة. طبعا في نفس توقيت هذه المباراة تقام مباراة الشباب والنهضة، ومثل ما انتم عارفين بأن الشباب هو الآخر ضلع من أضلاع المثلث في المقدمة، وكرة موجودة عالية وللأمام تتحول على طول وتصبح ركنية لصالح نادي العروبة. شباب والآخر طبعا يتمنى تعثر العروبة في هذا اللقاء سواء كان بالتعادل أو الخسارة، وهنا يعاد الكرة أحمد الهطالي، لكن يعني تدارك الموقف في اللحظة الأخيرة. الهطالي من جديد يبعد، تعود من جديد، واصلة من الجهة اليمين، عرباوية مستمرة البحث عن كرة عرضية، محاولة مرور سليمان أو محسن جوهري يبعدها، تصبح هذه تماس أخرى لصالح نادي العروبة. تنفذ بشكل سريع، ملعوب الآن بالجهة اليمين، محاولة المرور والتقدم، رامي تماس عرباوي. مجموعة أيضا من المباريات اللي راح تقام بعد المباراتين اللي ذكرت، المباراة هذه مباراة الشباب مع النهضة، نتكلم عن مباراة ظفار مع الصور، عمان مع الطليعة، السويق مع أهل جداب، والمصنعة مع الصلالة. كرة موجودة الآن حميد الدوخي لاعبها بالمنتصف عيد الفارس، لكن تغطية جيدة من سعد السين، محاولة بناء هجمة الآن لكن الله على تدخل من عبد الله الثويني. الكرة الماضية حكم المباراة أحمد الكافي يشير على وجود خطأ لمصلحة سعد السيل بعد تدخل ماضي من عبد الله ثويل. ملعوبة سريعة، محمد المعشري، ملعوبة الأمام سليمة هذه لكن بطول واصلة مع أحمد القلهات. طبيعي أن الفريقين ما يبدو يعني بالقوة الكاملة مع انطلاقة هذه المباراة، الحذر لابد أن يكون عنوان بارز
خلونا نقول في الربع الساعة الأولى لهذا اللقاء، لأن ما في فريق وده أن تهتز شباكه بهدف أول مبكر يبعثر الأوراق في قادم اللحظات من عمر هذا اللقاء. لذلك التحفظ نوعا ما هو فعلا طاغي على الدقائق 13 الأولى من عمر هذا الشوط. رائد إبراهيم ملعوبة العربوية سليمة، جمع درويش حول مور، حكم المباراة قريب لا يشير على وجود شيء، تستمر محمد المعسري الآلي مصلحة الفريق الأصفر بالضرب الشمال، محسن جوهر مر بالشمال، كرة معاه ناقلها بشكل ممتاز، الله على نقلات الآلي مصلحة الفريق الأصفر، سعد سهيل بالجهة اليمين يعلي كرة بتمر لو عدت، لكن برافو برافو محمد صالح واقف صح يبعد الكرة الماضية، واصلة إيمرسون، لكن صلاح السيابي بالخطأ هذه تعود مع جمعة درويش، 2-3 لمصلحة العربوية، هذه مروة تقدم ولكن عبد الله القصابي يتدخل ويخلص الكرة الماضية. أحمد الكافي يشير على وجود خطأ لمصلحة عبد الله القصابي. بالنسبة للإدارة العربوية طبعا تحدث الشيخ بدر بن ناصر المخيني رئيس نادي العروبة قبل المباراة وذكر بأن الجميع يدرك أهمية هذا اللقاء، وهو يعتبر بمثابة البطولة التي يتطلع الفريق الأخضر للفوز بها، أضاف أيضا بأنهم يدركون صعوبة المهمة، ولكنه عمل هو ومجلس الإدارة على تهيئة كل الظروف للكتيبة الخضراء لأن تظهر بأفضل حلة في هذا المساء. أضاف طبعا بأن الفائز بهذه المباراة راح يكون قريب جدا من الدرع. كرة ملعوبة طويلة لمصلحة الفريق الأصفر لكن تعود الآن استلام من سيسي على طول مستمر محمد مبارك، ناقلها بمكان سليم المعشري، ممكن يمر يبحث عن مساندة سعد السيل لكن التمريرة لم تكن بالصورة المثالية، مستمرة مع سعد، ضغط عليه من حميد الدوخي، سعد يحاول يمر لكن الكثرة تغلب الشجاعة، رائد إبراهيم ابتكاك ممتاز، عيد الفارسي لمسة واحدة في المنتصف، حبيب الدحماني محاولة بناء هجوم منظمة لو مرت خطر، ولكن عبد الله القصابي قراءة ممتازة جدا للكرة الماضية يبعدها وتصبح رمي تماس لمصلحة نادي العروب. هذا هو عبد الله الكويري قادم نادي الصور، ولا شك ان الاداره العرباويه بصراحه وفقت في انتداب هذا اللاعب. كره موجوده حبيب دحماني الان، واصله مع اسكندر في المنتصف لمصلحه نادي بنجا، محاوله المرور افتكاك موفق للكره الماضيه من قبل حبيب الدحماني. يعني الحديث كله والحوار كله لو تلاحظوا معاي مستمر في خط المنتصف ما بين الفريقين. كرة موجودة بالجهة اليمين حبيب الدحماني حاول يرسل كرة عرضية حاول مور، ولكن الكرة الماضية بتعدي، وحكم المباراة أحمد الكاف ماذا أشار هنا يعاد الكرة الماضية، احتسب خطأ يبدو لمصلحة حبيب الدحماني، وهذه الكرات لا شك أنها راح تشكل حل من الحلول المثالية بالنسبة للفريقين. الهطالي في توجيه للحائط البشري وراشد مشايخي على تنفيذ، راشد مشايخي تقدم تقريبا 5 لاعبين عرباويين موجودين الان في منطقه جزاء فنجا، هل من هدف الان في هذه الكره ملعوبه عاليه وللامام ولكن تبعد من السيسي المتراجع، تعود من جديد من تماس للعروبه، تلعب سريعه حميد الدوخي لعيد، تعود لعيد من جديد، لاعبها عرضية للأمام ولكن صلاح موجود يخلص طويلة، هذه سعود السويد سهل الكرة بالنسبة له يعيدها لأحمد القلهات. عروبة حتى الآن لعب 20 مباراة طبعا فاز في 10 تعادل في 9 خسر مباراة واحدة فقط كانت في الجولة 5، والصورة كانت واضحة على المدرب المصري مختار مدرب نادي العروبة. هنا كرة في مكان سليم ولكن هطالع على طول جابه كان طبعا احمد او حمد الخيري مشرف الفريق، وهنا ايضا المدرب التونسي لطفي اجباره مدرب نادي فنجة. سلام ان شاء الله حتى لاعبي نادي العروبه ساقط رايد ابراهيم، سلام لرايد. سجل العروبه حتى الان 27 هدف ودخل مرمى 14 هدف بالنسبه للاهداف المسجله. هنا يعاد الكره الماضيه والاصابه التي تعرض لها رايد ابراهيم، الراس كانت من عبد الله تويني هيا بشكل جميل، وبعد ذلك التغطية أيضا كانت مثالية من سعد السيل. ألف سلام إن شاء الله لرائد إبراهيم. بالنسبة لأهداف العرباوية سجلوا في مجمل مبارياتهم 15 هدف في الشوط الأول و12 هدف كانت في الشوط الثاني، هذا يعني بأن في نوع من التوازن بالنسبة لعدد الأهداف المسجلة في الشوط الأول والثاني بالنسبة للعرباوية في هذا الموسم. ومن الارقام المميزه بصراحه اللي سجلها العروبه في هذا الموسم ان في الدور الاول لم ينجح اي فريق بالتسجيل
في مرمى العروبة في الشوط الأول باستثناء فريق واحد اللي هو المصنعة في الجولة الـ11، وسجل هدف المصنعة يومها أحمد العلوي في دقيقة 17 من عمر شوط المباراة الأول. عدا ذلك ما في فريق قدر يهز شباك العروبة في الشوط الأول من الدور الأول إطلاقا باستثناء نادي المصنعة. أما بالنسبة للدور الثاني اهتز شباك العروبة في الشوط الأول لمرة واحدة في 3 مباريات. عدا ذلك فإن كل الأهداف الـ10 المتبقية دخلت شباك العروبة في الشوط الثاني، وهو مؤشر يوحي بأن فعلا المنظومة الدفاعية بشكل عام بالنسبة للعرباوية في الشوط الأول دائما ما تكون يعني صح التعبير حديدية ويصعب اختراقها. كرة موجودة الآن، لكن راح نتكلم عن رقم ايضا بالنسبه لسجل تهديف هذه فجه محمد المعشري الان على طول مع سعد السالم المتقدم، ممكن الجديد ياتي عرضيه بتفوت لا رايه وتسلل على كره حلوه رايه وتسلل عبد الله العموري يشير على وجوده فعلا فعلا فعلا. شايفين سعد السيل واضحة وضوح الشمس، سيسي كان متسلل وهو تداخل وبشكل كبير في الكرة الماضية، لذلك الراية كانت صحيحة وموفقة من الحكم المساعد الأول عبد الله العمول. إذن أخطر فرصة في المباراة على الإطلاق بهدف تسلل لمصلحة نادي فنجة، ملعوبة الآن في الجهة اليمين، إن شاء الله أن هذا الهدف يكسر الجمود الموجود حتى الآن مع الدقائق الأولى لعمر هذا الشوط. حبيب الدحمان يلعب كرة عرضية ولكن تصطدم وتتحول تصبح ركنية لمصلحة العرباوية. الكلام حبيب الدحمان ومحسن جوهر، لكن الكرة ذهبت وأصبحت ركلة ركنية لمصلحة العروبة. مين اللي راح ينفذ؟ راح نشوف. راشد مشايخ، في بالمناسبة يعني في معلومة عن راشد راح نذكرها إن شاء الله بعد لحظات من الآن. كرة بتعود لمصلحة العروبة، جمعة درويش تمريرة سليمة مع راشد ومر، ولكن تبعد في توقيت مناسب وخطأ. خطأ لمصلحة عبد الله القصابي وعلى راشد مشايخي، أشار على وجود الحكم أحمد الكار. راشد مشايخي حتى الآن مسجل هدف وحيد فقط في بطولة الدوري مع نادي العروبة. وهذا الهدف متى سجله؟ سجله في الجولة الخامسة عندما تقابل نادي العروبة مع نادي صلالة، ومثل ما انتم عارفين بأن تلك المباراة هي المباراة الوحيدة التي خسرها نادي العروبة في هذا الموسم. وهذاك الهدف اللي سجله راشد مشاخي كان الهدف الوحيد العروبة في ذلك اللقاء. هذا يعني بأن الأرقام تقول أن راشد مشاخي إذا ما سجل فإن العروبة يخسر، وهي طبعا مناسبة واحدة ما ممكن أن نعتمد على جميع المباريات، لكن هي تبقى مسألة أرقام إحصائيات. كرة موجودة الآن، سلام أحد لاعبي العروبة صادم على نظيف ميدان صلاح، تدخل من رائد إبراهيم، والكرة الماضية تعدي وتصبح رامي تماس لنادي فنجة. شايفين هنا إعادة الكرة الماضية وتدخل فعلا سعد السيل على عبد الله ثويني، فعلا التدخل كان موجود من قبل سعد السيل. سلام إن شاء الله لعبد الله ثويني، تلعب طويلة والأمام، سيسي واصلة معه سريعة لكن تعود في المنتصف من جديد. اسكندر محاولة بناء هجمة منسقة لنادي فنجة في هذه اللحظات، فيها طرف الشمال سليمان الشكيري بيعود مع اسكندر على طول، محمد مبارك الله على لمسه ومرور لكن تتخلص الكرة الماضية وتعود من جديد مع سعد السيل. محمد المعشري مستمر الفريق الأصفر في تقدم الآن في هذه الكرة صافرة وخطأ لمصلحة فنجة، ينفذ بشكل سريع محسن جوهر ممكن يسدد القدم الشمال، حلوة حلوة اللعبة الماضي، لكن على طول أحمد القرهاتي صاحي ويحصلها بابتداء، بتعود واصلة بالطرف الشمال سعد السيل يبعدها وبالتالي تصبح رمي تماس للعروبة. هذا هو محسن قادم من نادي الصحن، قدم يسرى ما شاء الله تبارك الله، متى ما وجد المساحة والمكان المناسب لا شك أنه قادر على توجيه قذائف في قدم اليسرى. بالنسبة للفنجة طبعا لعب حتى الآن 20 مباراة، فاز ب 10 تعادل في 7 خسر 3 وسجل 28 هدف، دخل مرماه 19 هدف. بالنسبة لأهدافه سجل طبعا 18 هدف في الشوط الأول في مبارياته بشكل عام في بطولة الدوري، وسجل 10 في الشوط الثاني، أي أن نسبة تسجيله في الشوط الأول هي أفضل من النسبة في الشوط الثاني، وبالتالي منظومة دفاعية مميزة بالنسبة للعروبة ومنظومة هجومية مميزة للأصفر. عالي الأمام القلهاتي يخلص مستمر ولا زالت، ولكن من جديد القلهاتي يرد، القلهاتي يبعد الكرة الماضية، واصل الآن لمصلحة فنجة في الطرف الشمال
لا زالت في ارضيه الميدان محاوله بناء هجمه من جديد. ناصر العلي بالخطا هذه واصله رايد ابراهيم بالكعب ممتازه لعيد الفارسي حميد الدوخي. مستمر الكره حبيب الدحماني من جديد هي في المنتصف اميرسون لكن بطول على حميد الدوخي وبالتالي تصبح رمي تماس لمصلحه هذه الهجمه. العوبه السريعه المباراه الان بدات شوي تنفتح نشاهد هجمه هنا وهجمه هناك والفريقين لا شك انهم يطمحون لتسجيل هدف اول. عاد الكره الماضيه ولتدخل اميرسون خطا مستحق لمحمد مبارك. عاد الكره الماضيه على مرتين احمد القلهاتي خلصها شايفين الكره موجوده الان خطا لمصلحه نادي فنجا. يبدو ان اسكندر هو من سوف ينفذ هذه الكره. نلعب في الدقيقه 24 من عمر الشوط المباراه الاول والامور مستمره بالتعادل السلبي ما بين الفريقين. تعود الان بالمنتصف اسكندر لعبه طويله وللامام هذه راشد المشايخ بالراس يبعد تصل من جديد عرباويه جمعه درويش لكن ضغط عليه من محسن الجوهر الكره تتحول وتصبح رمي تماس لنادي فنجا. بدنا بصراحة بهدف مباراة محتاجة هدف. الكرة موجودة الآن في المنتصف ناصر العلي على طول ناقلها مع محمد المعشري في الجهة اليمين سعد السهير واحد على واحد ممكن يمر ينتظر المساندة نقلها لمحمد لكن ما توصل. قراءة ممتازة من رايد إبراهيم واصلة مع حبيب يحاول يمر الكرة لا زالت معاه خطأ لمصلحة ينفذ بشكل سريع. هنا احمد الكاف في حديث مع اسكندر بعد التدخل الماضي على جمعة درويش خطا لمصلحه عرباويه الان. حبيب الدحمان يحاول يسدد لكن وين كره بعيده عدي وتمر تصبح ركله مرمى لصالح نادي فنجا. جانب طبعا من الحضور المتابع لهذه المباراه ختام الدوري راح يكون في 18 و 19 من الشهر الجاري. كان المفروض تكون نهايه الجوله ونهايه الموسم في 31 من الشهر الجاري لكن طبعا لجنه المسابقات ارتأت تقديم هذه الجوله لاتاحه الفرصه للمنتخب الوطني الاول للاعداد للاستحقاق المهم القادم التصفيات النهائيه لقاره اسيا المؤهله لمونديال البرازيل 2014. طبعا الزملاء الاعلاميين العاصمي المحلل الرياضي وايضا المعد العزيز سامح الدكشان. كره موجوده في طرف الشمال هذه لكن رايد تسلل على رايد ابراهيم وبالتالي ركله حره غير مباشره لمصلحه نادي فنجا. شايفين اعاده الكره الماضيه كان رايد كان مسلل وبالتالي الخطا مستحق والركله الحره غير مباشره لمصلحه نادي فنجا. كره تلعب طويله للامام لمصلحه فنجا لكن سعود السويد يخلص. تعود رامي التماس يعني العروبة معروفة الصراحة بكرة القدم الجميلة اللي يقدمها في هذا الموسم حالة من حال نادي فنجا لكن إلى الآن بصراحة لم نشهد ذلك المستوى المأمول ومن وجهة نظري هذا الشيء طبيعي لأن يا جماعة مباراة يمكن تحسب مجهود موسم كامل بالنسبة للفريقين لذلك الكل متأني الكل متحفظ وما ودهم أبدا بأن تهتز سباكهم بهدف مثل ما ذكرت ممكن يدخلهم في حسابات صعبه. عبد الله طويل يحاول يحصل الكره هذه لكن على طول القصابي يبعد. القصابي يبعد الكره الماضيه. رامي تماس لمصلحه نادي العروبه. هذا هو عبد الله طويل وحميد الدوخي على تنفيذ رامي التماس. تعود مع رايد ابراهيم. حميد رايد الكره الماضيه بطول تصبح رامي تماس لنادي فنجا. هذا هو لطفي جباره يعني تحدث معه قبل المباراه ذكر يعني ما هي العوامل اللي ممكن ترجح كفه نادي فنجا اليوم ذكر بان ان شاء الله الاولاد مش يكونوا مركزين يعني في اشاره لان بس التركيز راح تكون او راح يكون لها عامل كبير عامل حاسم كبير في نتيجه المباراه. ذكر بان يتمنى بان يوفق لاعبينا في تطبيق الخطه التي اعطاهم اياها وان تظهر المجموعه بشكل عام بافضل حله وفي الفورمه المعنوده. هذه العوامل لو كانت موجوده مع
ممكن تقود نادي فنجان للانتصار في هذا اللقاء. كلام لطفي جبار. الكره موجوده الان. رامي تماس او خطا لمصلحه نادي فنجا. هنا لاعبي العروبه في احتجاج على قرار حكم المباراه احمد الكاف. شوف الاعاده. خطا واضح امامكم. سعود السويد في تدخل وعلى اللاعبين ان يتحلوا بشيء من الهدوء. خطا الان لمصلحه نادي فنجا. محسن جوهر هل ياتي بالجديد من خلال قدم يسرى ممكن تصنع الفارق؟ راح نشوف لمصلحة نادي فنجان. هل من هدف؟ محسن يلعب كرة عالية للأمام تمر تتخلص الكرة الماضية. بتعود عيد الفارسي محاولة بناء هجمة ملعوبة سليمة مع راد إبراهيم. الآن سرعة لاعبي نادي العروبة في بناء الهجمة. منقولة سليمة في طرف شمال. جمعة درويش ممكن يحصلها. سعد حسين معه على طول مان تو مان يبتكها باقتدار. برافو سعد. بتعود من جديد. خطأ وبطاقة صفراء هي الأولى في هذا اللقاء تظهر في وجه اللاعب البرازيلي إيميرسون لاعب نادي العروبة. راح نشوف الإعادة. هنا الإعادة. محمد مبارك حاول يستلم الكرة وبعد ذلك أتى تدخل من قبل إيميرسون. تستحق الدار ما تستحق الدار. أعتقد نتركها للمختصين أفضل. خطأ موجود لمصلحة نادي فنجا. طبعا ايضا الصحف اليوم كانت لها تغطيتها لهذا اللقاء الكبير. نذكر بعض العناوين التي وردت في بعض الصحف. الوطن اليوم عنونت لقاء اللقب بالحديث عن هذه المباراه. وانا طبعا بطاقه صفراء لايميل يظهرها احمد الكاف في وجه إيميرسون. عمان عنونت العروبه يتطلع الى التتويج في مواجهه فنجا الطامع لتحقيق الامل الشبيبه. فنجا والعروبه راح نكمل. سيسي يحاول يستلم الكره هذه لكن بطول راشد مشاي تخلص. لا زالت مستمره حايره ولكن قلهاتي على طول موجود يحصل. شبيبه فنجا والعروبه وجها لوجه في مباراه حاسمه ومصيريه لتحديد بطل الدوري. كره رامي تماس الان موجوده لمصلحه نادي العروبه. نلعب في النصف ساعه الاولى من عمر هذا الشوط. الامور مستمره بالتعادل السلبي ما بين الفريقين. راشد مشايخي لحبيب الدحماني. مباراه بامانه محتاجه هدف. وصل مع جمعه درويش لكن خطا لمصلحته. الهدف هذا من شانه يعني يبعد هذا التحفظ الموجود ولان يتحرر اللاعبين قليلا من هذه الضغوطات الموجوده عليهم. بالجهه اليمين الان لمصلحه نادي العروبه. عوده للوراء. عيد الفارسي يبحث عن مسانده. ناقلها مع حبيب بالكعب. ممتازه جمعه درويش لعيد من جديد ولكن طالت الكره الماضيه لكن مستمره لمصلحه الفريق الاخضر. بالجهه اليمين عرضيه من راشد ممكن تاتي عاليه بتمر لكن القصاب يخلص. القصابي وبعد محمد المعشري الان لمسه واحده للامام لمحمد مبارك. سعود السويد على طول معاه وهنا محمد صالح. في انسجام في تناغم كبير واضح ما بين محمد صالح وسعود السويد في قلب الدفاع العرباوي. هنا حبيب الدحماني يلعب كره طويله وللامام لكن صلاح السيابي يبعد بالراس. واصله من جديد بالمنتصف. سريعه هذه لكن تتخلص. كرات خاطئه عديده من هنا وهناك وبالسلامه ان شاء الله لاحد لاعبي العروبه ساقط على ارضيه الميدان. ألف سلامة. إذن هو إيميرسون. إيميرسون من يسقط مصابا في هذه اللحظات. هنا طبعا مستمرة جماهير نادي فنجا في المؤازرة والتشجيع. إعادة الكرة الماضية والتدخل والإصابة التي تعرض لها إيميرسون. مناسبة طبعا الشركة الراعية لبطولة الدوري عندنا شركة أمانتل راح تطلق مسابقة إن شاء الله في الأيام القادمة أو من اليوم الأحرى وحتى العشرين من يوليو القادم لاختيار نجوم الموسم. الجوائز طبعا راح تقسم لأربع فئات. أفضل لاعب، أفضل حارس مرمى، أفضل فريق، أفضل رابطة جماهير فرق دوري عمانتل. هنا كرة موجودة لمصلحة نادي العروبة. عيد الفارسي مرة وتقدم. تمريرة لو كانت دفاعية ممكن تأتي من جديد. كويني الآن بالجهة الشمال يبحث عن مرور. مستمرة الكرة معاه يسدد ولكن سهلة الكرة الماضية مع أحمد الرطاني.
ستة تعليق الآن مرشحين للفوز بهذه الجائزة. الحديث طبعاً عن ناصر علي، يونس وقارة، عيد الفارسي، أحمد العلوي، وليد السعدي، وهاشم صالح. بالنسبة لحراسهم ثلاثة: أحمد القلهاتي، عمر العبري، وهاني النجم. وأفضل فريق تشمل القائمة أندية الشباب والعروبة وفجأة الفرق المتصدرة لسلم الترتيب حتى الآن. بالنسبة لأفضل رابطة جماهير هي راح تكون جائزة أو راح يتنافس عليها كل الأندية. للجوائز طبعا افضل لاعب وافضل حارس وافضل فريق، الجائزه راح تكون 1000 ريال لافضل لاعب و1000 ريال لافضل حارس. واتباع المساله افضل جمهور، الجائزه راح تكون قيمتها 3000 ريال وراح تذهب للنادي اللي يتحصل جمهور على جائزه افضل جمهور. لكن بصراحه يعني 1000 ريال حلوين، لكن كنا نتمنى ان يكون مبلغ شوي اكبر. على العموم كره موجوده، تعدي وتصبح رامي تماس. يعني إلى الآن بصراحة لم نشهد ذلك المستوى الفني الكبير الذي يعكس القيمة المميزة للفريقين في هذا الموسم. رامي تماس، حميد الدوخي لمصلحة العرباوية، على طول نفذها سريعة واصلة مع حبيب الدحماني، تغطية وإبعاد من قبل سعد السيل للكرة الماضية. عيد الفارسي تصل من جديد لمصلحة نادي العروبة. يا ريت من الإخوان لو يوافونا بنتيجة مباراة النهضة مع الشباب. كرة واصلة بالطرف الشمال، حميد الدوخي مستمرة، تعود مع محمد صالح، لكن صلاح السيابي موجود. الشباب طبعا اليوم لو استمرت الأمور بهذه الصورة انتهت بالتعادل مباراة فنجة والعروبة، هذا يعني بين العروبة راح يصل للنقطة 40 وفنجة 38. الشباب لو فاز على النهضة راح يتساوى مع العروبة برصيد 40 نقطة، وإذا ما نجح الفريقين في الفوز في الجولة القادمة هذا يعني بأن العروبة والشباب راح يكون على موعد مع مباراة. كذلك الحال يعني لو فاز مثلا فنجة اليوم على العروبة راح يصل للنقطة 40، الشباب أيضا لو فاز راح يوصل للأربعين وبالتالي يتساوى مع فنجة، ولو فازوا في الجولة القادمة راح يلعبون الفاصلة اللي من المنتظر إن شاء الله أن تكون بعد أيام قليلة. ف احتمالية المباراة الفاصلة موجودة واردة جدا، لكن العرباوية اليوم لو نجحوا في الفوز في هذه المباراة لا شك أنهم راح يقطعوا مشوار كبير للفوز ببطولة الدوري. واصل الكرة مع سعد السيل في الجهة اليمين لنادي فنجة، على طول عبد الله القصابي، نلعب في العشر دقائق الأخيرة من عمر هذا الشوط. الأمور مستمرة بالتعادل السلبي ما بين نادي فنجة ونادي العروبة هنا في الجولة قبل الأخيرة لدوري عمان تل النخبة لعام 2011-2012، مباراة اللقب كما سماها البعض، المباراة التي سوف تحدد وبشكل كبير ملامح بطل دورينا في هذا الموسم. عبد الله القصابي لمصلحة نادي فنجة، يبدو أن الفريقين مقتنعين بهذه النتيجة في شوط المباراة الأول. سعد السيل ملعوبة للأمام سليمة هذه بالكعب، لكن ما تمر، قراءة جيدة من حميد الدوخي، واصلة مع إيمرسون، خطأ لمصلحة نادي العروبة الآن موجود، تلعب طويلة وللأمام في الطرف الشمال هذه سليمة، ولكن تبعد وتصبح رامي تماس بالخطأ، كانت من جمعة درويش، رامي تماس لنادي فنجة مع سعد السيل. طويلة هذه لكن تتخلص، لا زالت في أرضية الميدان مستمرة بالرأس من جديد. صلاح السيابي لمسة واحدة طويلة وللأمام، حبيب الدحماني، خطأ لمصلحة العروبة ينفذ بشكل سريع، واصلة بالطرف الشمال لحميد الدوخي الكرة هذه على طول مستمرة. جمعة درويش يحاول يمر الكرة الماضية بطول وتصبح رامي تماس لنادي فنجة. هذا هو لطفي جبار مدرب التونسي، مثل ما انتم عارفين يعني عاصر الفترة الذهبية لنادي الترجي التونسي، كان لاعبا طبعا ولعب مع مجموعة من الأسماء المميزة التي مرت على كرة القدم التونسية. الحديث طبعا عن طارق دياب، نبيل معلول، خالد بن يحيى، ويعني هو تحدث وذكر بأن
الحكم هو لا شك أن هذا النادي يمثل الشيء الكثير بالنسبة له. المدرب التونسي لطفي إجباره ونعيد الفارسي لمصلحة عروبة وتمريرة للأمام لا زالت في أرضية الميدان يحاول يحصلها رايد إبراهيم، لكن بطول الكرة الماضية وبالتالي تصبح ركلة مرمى لصالح نادي فنجة. انتظار طبعا مين اللي راح يودع الدوري ومين اللي راح يعود. أهل إسداب خلاص ودع رسميا دورينا وبالتالي يعود لدوري المظاليم إن صح التعبير، وصحم نجح وتفوق وعاد مرة أخرى لمكان الصحيح ما بين العمالقة وما بين الكبار. وبالمناسبة يعني بارك لنادي صحم إدارة لاعبين وجماهير على هذا الصعود، لا شك أنها مجهودات كبيرة بذلت من قبل الفريق الأزرق في هذا الموسم للعودة مرة أخرى لدوري الأضواء، وبالتالي مجهوداتهم كللت بالنجاح قبل جولتين من نهاية الدوري دوري الدرجة الأولى. الفريق الأزرق يعود مرة أخرى لدوري الأضواء. هنا الآن خطأ موجود، ناصر العلي هل من هدف من خلال هذه الكرة لمصلحة الفريق الأصفر؟ يعلي كرة القائم لبعيد، تمر ولا ما تمر؟ القلهات عدت منه، عدت ولكن تغطية موفقة من راشد مشايخي. يلعب الكرة طويلة وللأمام، عبدالله تويني يبطول منه وبالتالي تصل من جديد سعد السيل. الكرة معه الآن يعود مرة أخرى لناصر العلي بالخطأ، واصلة مع جمعة درويش يبحث عن مرور وعن تقدم. الكرة معه، استمر في تقدمه، استمر في مروره، تمريرة سليمة مع عبدالله تويني، ممكن يمر ممكن يسدد، يعود بالكرة للوراء عيد الفارسي، تسديد الآن من حبيب ممكن تأتي حبيب. سهلة الكرة الماضية مع أحمد الأطالي. في الجهة اليمين الآن سعد السهيل، إعادة للتسديدة الماضية، كل الشكر طبعا للزميل عزيز عمار موسوي لموافاته إلا بآخر نتائج. طبعا تستمر مباراة الشباب والنهضة بتعادل سلبي 0-0 حالة من حال هذه المباراة. لا شك أن ضغوطات كبيرة جدا على لاعبي الفرق الثلاثة والأربعة أيضا معاهم النهضة، لأن النهضة يعني وضع حرج للغاية، وبالتالي لو خسر اليوم أمام الشباب راح يدخل في دوامة وفي موقف محرج، بالتالي يتمنى يحقق نتيجة إيجابية على أقل تقدير التعادل أمام الشباب. كرة موجودة الآن سيسي يحاول يمر، الكرة معاه ولكن على طول تغطية ثانية وارتكاك موفق من حديد الدحماني للكرة الماضية. كرة ملعوبة سريعة، جمعة درويش يحاول يمر يبحث عن مساندة، واصل على طول في الطرف الشمال عيد الفارسي، هل يوفق المارد في تسجيل هدف في هذه اللحظات؟ حميد الدوخي، إيمرسون، نقلات بعرض الملعب واصلة مع حبيب الدحماني، تستمر الجماهير في التشجيع وبانتظار هدف أول للمارد بالنسبة لجماهير العروبة وللأصفر بالنسبة لنادي فنجة. عرضية الأمام ولكن تتخلص من عبدالله القصابي، واصلة من جديد تعدي الكرة الماضية وتصبح رامي تماس عرباوي. نلعب في الدقائق الأربع الأخيرة تقريبا من عمر هذا الشوط، هل من هدف يكون له وقع إيجابي معنوي كبير بالنسبة للفريق اللي راح يوفق بتسجيله؟ سعد السهيل الآن في الجهة اليمين لمصلحة الفريق الأصفر مستمرة، على طول تمريرة محمد المعشري، ناقلها لمحسن، تمريره ولا اروع لسعد السيل في الجهه اليمين، ممكن يمر، مرمى قدم الكره لا زالت في ارضيه الميدان، عالي وللامام تمر، المتابعه غير موجوده، لكن قبل ذلك الكره تجاوزت الخط وبالتالي اصبحت ركله مرمى لمصلحه نادي العروبه. ملعوبه سريعه راشد مشايخي، يعني تستمر الامور كذا معناتنا لازلنا سوف ننتظر الجولة الأخيرة لمعرفة البطل لدورينا في هذا الموسم، لكن لسه بدري على هذا الكلام. في الجهة اليمين الآن رايد إبراهيم عرضية، ولكن قراءة رائعة جدا من سليمان الشكيري للكرة الماضية، بتعود للعروبة تمريرة للأمام، حبيبي يحاول يحصلها ولكنها تبعد، ضغط موجود من إيمرسون، الكرة تتخلص، تعود من جديد اسكندر استلام، مرور وتقدم على طول من بول للأمام، ولكن محمد صالح يبعدها بشكل مميز للغاية. رامي تماسي اللي فجأة الآن
ملعوبه في المنتصف ناصر العلي على طول محسن جوهر هل من جديد تمرير الامام محمد مبارك السلام على طول في الجهه اليمين لسعد السهيل ممتازه هذه لكن الكره تجاوزت الخط وبالتالي اصبحت رمي تماس عرضاوي رمي تماس العروبه الان الكره ملعوبه طويله وللامام لكن تتخلص تعود من جديد اسكندر في المنتصف لمصلحه فنجه المعشري محمد ناقلها لسعد السهيل لمسه واحده لمحسن خذوا هذا بشكل ممتاز سعد السهيل في الجهه اليمين ممكن يمر ولكن سعود السويدي وبعدها سعود السويدي وبعد تعود الكره من جديد سعد السهيل ناقلها ممتازه لمحسن جوهر عاليه وللامام تمر ولكن محمد صالح حاضر على طول بعد ذلك بالراس من سعود السويد لاحمد القلهاتي ايمرسون بالخطا هذه واصله مع سليمان الشكيري في المنتصف محمد المعشري مروه تقدم الكره معه ملعوبه سليمه في الطرف الشمال هذه سيسي تغيير الاتجاه اللاعب بشكل كامل بالراس ملعوبه وتعدي تصبح ركله ركنيه لمصلحه نادي فنجا ركنيه لفنجا على يسار احمد القلهاتي هل من هدف في هذه اللحظات الاخيره من عمر هذا الشوط نلعب الان في اخر دقيقه وركنيه موجوده لمصلحه نادي فنجا محسن جوهر على التنفيذ لعبها القام لبعيد عاليه عدت من الكل وبالتالي تصبح ركله مرمى لنادي العروبه راح نشوف الوقت المحتسب كوقت بدل ضايع واللي راح يقدر احمد الكاف اعتقد انه ما راح يتجاوز الثلاث دقائق قلهاتي لعبها قصيره مع سعود سويد لمحمد صالح ايمرسون لمحمد مباراة هدت كثير بصراحه في هذه اللحظات وهذا الشيء انعكس على الجماهير في المدرج اللي هدات ايضا مع المباراة محمد صالح يلعب كرة طويلة وللأمام القصابي بالرأس يبعد الكرة لازالت قائمة في المنتصف إذا دقيقة واحدة محتسبة كوقت بدل ضايع لشوط المباراة الأول قدرها حكم المباراة أحمد الكاف قول القلهاتي يرسل الكرة طويلة وللأمام في الجهة اليمين لكن سليمان الشكيري بالرأس يبعد تصبح رمي تماس عرباوية راشد مشايخي على طول لعبها لي حبيب الدحماني استلام تمريرة هذه للأمام لكن أقرب لسليمان الشكيري واصلة في المنتصف الآن بالخطأ تعود راشد عرباوية هذه مستمرة حبيب الدحماني بالجهة اليمين رايد إبراهيم الآن واحد على واحد ممكن يمر ناقلها للأمام وخطأ يشير على وجود حكم المباراة أحمد الكاف لمصلحة جمعة درويش خطأ قد يكون الأخير في هذا الشوط شايفين تمريرة كان سليمة من رايد إبراهيم وبعد ذلك اتت او اتى الاشتراك من قبل عبد الله القصابي يبدو على جمعة درويش خطا للعرباويه والكره الاخيره في هذا الشوط هل من هدف للمارد العرباوي في هذه اللحظات يضع في افضليه كبيره جدا في شوط المباراه الثاني نتابع ونشاهد نتابع ونشاهد راشد وجمعة درويش ورايد ابراهيم كلهم قريبين من هذه الكرة لكن اللمسة الأخيرة لمن؟ نتابع اللمسة الأخيرة جمعة درويش يسدد الكرة بتعدي الكرة بتمر وتأتي معها صافرة حكم المباراة أحمد الكاف وبالتالي نهاية شوط المباراة الأول لهذه القمة الكبيرة التي تجمع فنجة بالعروبة بالتعادل السلبي 0-0 شوط اول ان كانت من سمة بارزة لهذا الشوط فهي التحفظ الكبير من قبل الفريقين لا شك انها مباراة حاسمة كبيرة مفصلية لذلك اللاعبين لم يقدموا افضل العطاءات من النواحي الهجومية على وجه الخصوص مشاهدينا متابعين الكرام استراحة قصيرة تنتقل فيها الكلمة للزميل العزيز خالد الشكيلي وبعد ذلك ان شاء الله سوف تكون لنا عودة في شوط المباراة الثاني لك الكلمة ابو تركي